بعض الجمعيات وصلنا لواحد الحل. أنا ما كيمشيش يدير واحد الرخصة باش يجيب داك الكونتينر، كيجي كيخلص الواجبات داك الشيء اللي في البرام كيخلصو. بالنسبه للاستثمار كاين ماشي بزاف الاجنبي بزاف الحاليه، الاستثمار اللي كاين هو الداخلي. الحمد لله كاين الكفاءات المغربيه، كاين ناس الحمد لله استثمروا، جابوا لي ماشين من برا. بحكم انا عندي شركه كان امبورتي لي ماشين والماتريال باش كيخدموا كاع الدايبيه. الحمد لله كاين واحد تقدم بزاف، خصوصا من كتعلن الوزاره من غتوقف هذه الرخصه ديال او تي بي بي، يكون الاقبال ديال الصناعيه باش ياخذوا الماتريال. حنا هادشي كان احنا كندير المعدات، اي الماتريال كله من الف الى الياء. بالنسبه للاستثمار الاجنبي يعني شركات اجنبيه ما عندناش، ولكن كاين الناس الحمد لله كفاءات مغربيه بغات تستثمر في البلاد، ولكن الاشكال الكبير اللي عندهم هو هذا التصدير المؤقت. السلعه كتجي بالاطنان من تركيا، كتخلق واحد المشكل بالنسبه للصناعيه الصغار، وضمن هذه الامور بسبب هذه الرخصه يتسد واحد العدد ديال المعامل. انا كخدماتي يعني كنبيع الماتريال، كنشوف غير ان فوا بعض المرات الدوله كتعلم بان غير توقفوا هذه الرخص، تيكون واحد الاقبال على لي ماشين على الماتريال باش كيخدموا الدايبيه، ومني كتكون رخصه كيكون ركود، كلشي كيكون خايف، تيخاف الانسان يستثمر في الماتريال ويحط فلوسه وما كاين والو. والحمد لله حاليا كاينين المعامل اللي كيواكبوا الصناعه التركيه والصناعه الطليانيه. بالنسبه للصناعه التركيه نكونوا منصفين، طورات من ناحيه الديزاين، من ناحيه هذا الشيء العصري، ما حنا البلديه حنا مالي. بالنسبه لهذا الشيء العصري، هذا الشيء العصري يعني تركيا في الحقيقه عندها واحد طورات المغرب، طورات الصناعي المغربي باش يعرف كيزيد لقدام، فهمتي؟ ولكن الاشكال قلت لك العائق الكبير هو هذه الصلعه اللي كتجي من تركيا، تجي بالاطنان، كتخلق واحد المشكل بالنسبه للسوق المغربي، تيكون فيها مشكل.